لا 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 برشلونه بيلعب بايقاع سريع. لا 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 انا فرحان والله مبسوط، قاعد اول 10 دقايق بمسك كوره من رجل لرجل 4 2 3 1 بجد والله. رونالدو كومان جاي عشان خاطر يصلح حالنا بجد والله خير، بس لقيت الدفاع بتاعنا مظبوط. قلت عادي يا عم، في 60 دقيقه الدفاع احنا كمان هنعوز ان الراجل يلعب كوره هجوميه حلوه ونلعب بال 4 2 3 1 وميسي يلعب قدام ونسيب سيرجيو بوستيتس هو الوحيد اللي بطيء في نص الملعب وفرانك ديونج يلم وراه ونلعب على الاطراف بينسو فاتي ناحيه الشمال ويعمل جبهه ناريه مع جوردي البا ونلعب ناحيه اليمين بانطون جريزمان اللي هو نافع جناح ولا هو نافع فرويد ولا هو نافع يلعب في مركزه ولا هو نافع، بس مش مهم، المهم ان احنا بنلعب كوره بسرعه. دي عجباني بصراحه، انا اخر مره شفت برشلونه بيلعب كوره سريعه والله ما فاكر امتى، يعني انا ما بضحكش عليك، يعني 4 3 3 كنا بنلعب بيها دي ما كانتش عاطيه اي مساحه ان احنا نلعب كوره بسرعه، واخيرا كوتينيو بيتحط في المكان اللي كان مفترض انك تحطه فيه من اول. سبحان الله يا جدع سبحان الله والله، الواحد من كتر ما هو مبسوط مش مصدق كل اللي انا شايفه ده. لعب ماتش قدام فيا ريال نعمل شوط اول عالمي ونطلع كسبانين فيه اربعه، الشوط الثاني ريحنا بدنيا شويه بس عادي ما عندناش مانع. انما النهارده لعب ماتش ممتاز قدام سيلتا فيجو ومريحين جدا، لا زي الفل. هتقول لي دفاعنا ملطه زي ما هو ولسه عندنا مشاكل دفاعيه، هقول لك الله كريم، يمكن ربنا يكرمنا ونلاقي بيكي وقع معانا مننا في نص الموسم، وربنا يكرمنا كمان ونلاقي سيرجيو بوسكيتس وقع من نص الموسم وكمان بيانيت شيوع وندي بقى فرص للشباب علشان خاطر نشوف سرعه. انا بصراحه بحب جدا الكره السريعه، ما بحبش انا ان انت تلعب لعيب من الخبره تقول اصل الراجل ده عنده خبرات والله الراجل ده ياما شاف. بصراحه يعني الواحد مبسوط فطبيعي ان هو يتكلم بسرعه. انا بصراحة يعني بقالي فتره طويله جدا ما اتبسطتش بالفرجه على برشلونه. يعني في قلب في غصه لما لقيت ان احنا لاعب يوفنتوس، بس يوفنتوس برضه لسه فرقه بتخبط زينا في دوري ابطال اوروبا، ولقيت برضه ان احنا بادئين بدايه حلوه في الموسم فنستبشر خير يا جماعه. والله ما عندناش مشكله نتكلم في خير، الموسم الموسم ده احنا شايفين فيه خير. انا بصراحه عجباني جدا توظيفه ان انت تحط ميسي مهاجم ورقم 9، عجباني قوي، خصوصا ان انت شلت عبء من نص الملعب ان ميسي هينزل في نص الملعب يستلم وميسي اللي يبدا الهجمه وميسي اللي هيدور على الناس على الاطراف عشان خاطر ينهوا الهجمه. ميسي بيحاول يعمل الدور ده، بس الدور ده بقاش هو اللي ميسي بيعمله بنسبه 100%، بقى في كوتينيو مسموح له ان هو ينزل تحت يستلم ويحرك الاطراف جريزمان او يحرك انسو، وانسو تحديدا انا بتكلم دي من الموسم اللي فات. قلت يا جماعه انسو وريكي اثنين من اهم ملامح برشلونه السنه دي والسنه الجايه، ومفترض ان احنا نخليهم عناصر اساسيه نحاول نستفاد بيهم، بس في نفس الوقت ما نرميش عليهم عبء تقيل قوي لان انتوا لازم تشيلوا الفرقه الا تبقوا لعيبه فاشله. ترينكاو برضو كانت تجربه ممتازه، بس انا بتمنى في يوم من الايام ان انا الاقي ترينكاو موجود ناحيه اليمين وموجود ناحيه الشمال انسو فاتي وصانع العاب كوتينيو ومهاجم ميسي وجريزمان الاقيه مروح في اي حته بعيد عن الكوكب ده علشان خاطر خلاص جريزمان ما بقاش ليه فرص بصراحه. يعني انا شايف ان الراجل بيعك من ساعه ما جه برشلونه، بس عادي ما عندناش مشكله، احنا هنفرح ونقول العيب في جريزمان. لا يا عم انا مبسوط، انا مبسوط بعد فرجه على جولتين مع برشلونه، انا مبسوط. عندنا دفاعات دفاعيه، احنا بنتكلم بقالنا شهر على ان احنا مشكلتنا هي المشكله الدفاعيه وان احنا لازم ندعم واحد جنب بيكيه او واحد جنب لانجليه، بما ان بيكيه حقر علينا وراجل موجود فلازم يبقى موجود مساك جنبه. حتى هم قلنا هيطرد، الفار قال لك لا اصل المهاجم كان عليه اوفسايد، فربنا كرمنا واللي طرد لانجليه وفجاه لقينا ان احنا بنلعب باراخو وبيكيه، بس والله كانت حلوه وماشيه. نيتو كان بيطلع بس الحمد لله هنفتري، طالعين ماتشين كلين شيت وعاملين ماتش وعاملين ماتشات كويسه، متفائل نتفائل بقى شويه، احنا قعدنا نتكلم على الكره التفصيليه نتفائل يا جماعه نتفائل شويه. انا بقالي فتره طويله جدا ما اتفائلتش بفرجه على برشلونه، الفرجه على برشلونه بقت متعبه، لما الفرجه على برشلونه في ماتشين بقوا ممتعين لا زي الفل. انا اشتريت، انا رحت اتفرجت ماتش فيا ريال اعاده علشان خاطر اشوف برشلونه كانت عامله ازاي، لكن احنا لعبنا شوط اول سريع وشوط اول ممتاز الحمد لله خير وبركه. في حاجات بدات تتغير في الفرقه، بقينا نشوف في ريتم بدا يعلى، دي حاجه لازم ننبسط منها بلاش اي مشكله. بص بقى الحمد لله ان احنا كسبنا، يعني حته ان سيرجيو روبرتو يجيب جون في الدقيقه 92 دي الحمد لله يا راجل، دي ما بتحصلش بقى لها قرون. اي نعم هيعيش عليها سنتين 3 4 5 6 ساعات، انا اعمل له ايه؟ احنا ده لابسينه لابسينه، ده حاجه كده من اللي انت تقدر تقول عليه افه ونقمه انت شايلها زي بيكيه زي بوسكيتس، وندعي الله كريم يعني ياخدهم الثلاثه مع بعض.